انت من هذوك اللي انا ماشي المهم هذاك كتب شي مره دو ترافير. الرئيس السلام عليكم. بغينا نعرفوا واش الاخ المهندس من العراق. مرحبا. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. صحيح في العراق إذن هذا يعود شوية المشاكل الموجودة في البرلمان. إن شاء الله. اليوم ولا غدا؟ ما يمكنش نقول. قبل البرلمان قبل تقولون قبل البرلمان نقول لكم إن شاء الله. تقولوا لي اليوم ولا غدا ومن بعد تقول لي شنو الساعة ومن بعد. لا لا ساعة لا اليوم. شنو بغيتي على الحقيبة المالية والخارجية؟ المهم ان تكون الماليه ممتلئه. لا انت مرتاح مرتاح انت. كلمه بخصوص هذه الندوه الفكريه الخاصه بالمراه. لكن حاولنا ان يكون يعني توافق. اي هذا هو. لا سيد الرئيس هناك اجتماع الاغلبيه بالامس كان اجتماع الاغلبيه بالاسم يعني واش كان هناك يعني توافق ما بين ما تبقى من الاغلبيه يعني كتعرف ملي كيكون اجتماع تيكون اختلاف ويكون اتفاق ويكون الى اخره. على ما اين نحن هذا مفهوم الآن أصبح له سند دستوري ومن الضروري أن أي حكومة يعني تحاول أن تعطي معنى لكافة ما جاء في الدستور على قدر المستطاع. يلا خلينا نشوف. صوري هذا بس هو المشكل. كان كنتو روحي انت الحاله محتاره والخدمه والتمير وفوق احمر 50 راجل. انا كنتفقوا معايا بالعالم القراوي يديروا بعدا العيالات غير وسائل نقل فيها الاكرام الادبيه ديالهم. في العالم القراوي راه المراه المغربيه كلها انا شفتها الاسره ديالها عندها ما عندهاش كيكون عندها طفل معاق كيهرب الراجل كتبقى هي كتموت عليه. راه المراه المغربيه زعما لو جاز لي رجل يسجد للمراه لجاز لي المراه المغربيه. الرئيس غير واحد السؤال غير بخصوص العثماني وبخصوص الماليه. واش العثماني ما تفهمش ديالو؟ هو دابا العثماني العثماني دابا مشى يمشي. التقدير ديالي يعني من الأحسن يعني أن تحفظ كرامتك. نعم. وماذا على المالية؟ الراجح الراجح. وماذا على المالية سي الرئيس؟ هذا بقى هناك يعني شوف هو راه حتى حاجة ما نهائية. نعم. ما حد ما خرجتش اللائحة وعينهم جلالة الملك راه ما كاينش الأمور غادي. المالية واش فعلا غتكون صاحب الزوار أو شي مرشح آخر؟